السلام عليكم. وعليكم السلام. السريح هذا اللوحة ضبطتها يا أبو عمر. كفو. حلو، يعني الحين يمدينا نمشي بالسيارة وما حد يصيدنا. إيه بس مثل ما قلت لكم ما حد يسوي أي شيء إلا بأمري، مفهوم؟ مفهوم. من وين أخذتهم؟ من بيتهم. من بيتهم؟ أنا متأكد إنهم ساقوا عليك. ها دلني دلني وين المكان بس. خلاص يا عامر ما لها داعي، الضابط جاء وخذ المعلومات كاملة، قال نتصل عليك بعدين. إيه ما يخالف، بس أنا بساعدهم. كيف تساعدهم يا عامر؟ يا أخوي بساعدهم، يمكن نلقى معلومة نلقى شيء. خلاص رح سيدة لفة مو بذي الثانية رح يسار. الله يا ابن الحلال مطلعنا في ذا القوايل مسوي تكشف ذا العصابة. ايه بكشفه، وانا عرفت اللعبة اللي لعبوها عليك. وشي؟ اسمع، هم حطوا لك الطلب باللوكيشن هنا وجوك من الجهة ذي، وبكذا لما ركبوا معك انت اللي حست، ما تدري هم جو منا ولا منا. صراحة كلامك منطقي، بس وش نسوي؟ انا اعلمك، نروح لشركة سريع وناخذ بيانات العميل وبكذا نصيده. الله يستر من افلامك ولقافتك يا عامر. يا حبيبي وش افلام؟ هذا حسمني وانا بوريك، اذا ما طلعتهم ما اكون عامر. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توصلنا على نهاية الشارع يا اخوي؟ لا 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 لا، انا ما اوصل احدا، خاصة انتم اثنين، انا عارف نواياكم، انتم بتسرقوني زي ما سرقتوا ياسر. ياوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت نبي معلومات عن اخر عميل طلع مع ياسر، لو اعتبرك 3 3 6. ما أقدر أعطي معلومات إلا للجهات الرسمية. بس الله يطول عمرك، هذه سيارتي ويحق لي أعرف. عطني إثباتي. الصراحة إثباتي من ضمن المسروقات، بس معي صورة. أعطيني الصورة اللي معك. طيب استريح هناك شوي لين أخلص وبرجع لك. يلا. هاي يا ياسر، ما قلت لك بفكك من ملابسات القضية وأوصلك العصابة؟ هذا لهم. تفضلوا. الحين أنتوا قاعدين تقومون في عمل الشرطة وتعرضون أنفسكم للخطر، ليش؟ أبد طال عمرك، حبينا نساعدكم. بتعطلنا أنت ما تساعدنا. إحنا أخطينا الله يطول عمرك وإن شاء الله ما تتكرر. عموما سيارة ياسر استقبلوا فيها طلب لعميل من برنامج سريع وسرقوه. سرقوه؟ إيه سرقوه، لكن احنا ان شاء الله بنتخذ كافة الاجراءات ونجيبه. بس انتبهوا يا شباب، لا تقوموا في عمل الشرطة وتقدرون تمشون حفاظا على مصلحتكم ترى وعلى سلامتكم. ابشر ابشر الله يطول عمرك. امشي.